حميد، بدك تقول لي شو غرضك من اللي ساويناه مع ابو صخر؟ سالتني غرضي من اللي عملناه اني علم على ابو جيب بالسكين مثل ما علم علي المره الماضيه لما فاتوا على حارتنا وقتلونا. هلا اخذت بتارك وسفقته اياها؟ مو مثل ما بدي الكتاس، مو مثل ما بدي. بدك تسفقه اياها بنص رقبته. ايه بنص رقبته. بس انت ما قلت لي شو غرضك من اللي عملنا لك كداس؟ غرض شو؟ ازعنا له فرحته لابو عامر بطهور ابنه الصغير المدلع. ابن عامر؟ وقلبنا الحاره فوق. جيت للدغري انا ماني حابب انزع فرحته لابو عامر بحبيب قلبه، ولا بدي زعله. بس فوتت ابو صخر على حارتنا ما عجبتني منوب، ولا عجبني انه ابو عامر يروح لعنده على رجليه ويصالحه من دون ما يستشير رجال الحارة. ولا انا عاجبني، لا مو عاجبني يا عود. ومصدر بيك كمان مو عاجبه بالمره. ومصدر بيك مو عاجبه؟ نو، ومقروق خيرات الله. سيدي شي صار، هلا القيامه قايمه بيناتنا، من هلا ورايح ايدنا بالقتل فيه. قولتك. اي والله. كداس، هلا انت جبت الشاي وصبيت الكاسات لتحطهم صناديه يعني؟ هات لك وحده.